ما كان في دور للمرأة إلا في القطاعات اللي بتخص المرأة، كقطاع التعليم وغيرها من القطاعات تخص المرأة، فما كان إلها دور بالقطاعات الخدمية. من خلال وجودي كعضو مجلس بلدية في البلدية تعرفت على مشروع المشاركة المجتمعية، وشكلنا فريق التطوير المجتمعي اللي كنت أنا كمان إحدى الأعضاء الموجودين فيه، وبالتالي نزلنا على الميدان وزعنا كمان استبانات وعملنا جلسات حوارية مع المجتمع. أنت بتعرف إنه إحنا في فريق تطوير مجتمعي. خدمات الصحية. حصلنا على تدريبات كثير مكثفة، كيف نعمل اجتماعات، نعمل فوكس جروب، فكان عندنا كمان تدريب عن فض النزاعات، استقطاب المشاريع، حكينا كثير عن موضوع اللامركزية، وتعرفوا السيدات على شو المركزية وشو دورها وشو المجتمع له دور فيها. كل هاي الأمور أعطتنا كثير من المهارات ومكنتنا أكثر كيف نتعامل مع المجتمع المحلي. عملنا حملات نظافة كمان شارك فيها المجتمع المحلي والطلاب والمعلمين والقطاعات الثانية البلديات. كل فئات المجتمع الآن أصبحت تعمل مع بعضها، وأكبر دليل اللي هو مبادرة مدرستي أجمل ومبادرة كمان نحو مدارس مجتمعية. واجهتنا مشكلة بموضوع الإنارة، وصلتنا رافعة عبر المشروع، كثير خففت عنا أعباء وعن المجتمع، فصار كثير الطلب علينا، صاروا يشوفونا احنا كفريق تطوير عمالنا، احنا كمان بنطلع مع البلدية بنعمل صيانة. أم أحمد صارت قدوة للكثير من النساء عندنا في لواء الطيبة، والكثير من النساء بقلدنا أم أحمد طبعاً بالعمل الاجتماعي. المجتمع تغيرت نظرته، وأكبر دليل أني رئيس مجلس محلي لأكبر منطقة في لواء الطيبة حصلت على أعلى الأصوات، وهذا إشي يعني بفتخر فيه. المرأة بلشت تهتم بنفسها أنه إلها دور فاعل، أنه لا يقل أهمية عن دور الرجل بالمجتمع. المجتمع القوي هو الذي تعمل فيه المرأة جنباً إلى جنب الرجل للوصول إلى هدف سامي، وهو الخدمة العامة والتنمية على مستوى الوطن.